أجرى وزير الموارد المائية مهدي رشيد زيارة إلى محافظة البصرة اليوم، التقى خلالها المحافظ أسعد العيداني لبحث تداعيات مشكلة ملوحة المياه وسبل حلها. وذكر مراسلنا أن وزير الموارد المائية تفقد جزيرة أم الرصاص للوقوف على أسباب امتداد اللسان الملحي في شط العرب. هذا وكشف المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد عن اتخاذ إجراءات لزيادة الإطلاقات المائية في قناة الإروائية وقناة البدعة لمجابهة اللسان الملحي في البصرة. حميد وفي حديث للإخبارية أشار إلى أن من أهم أسباب ارتفاع اللسان الملحي التغييرات المناخية وقطع مياه نهر الكارون من الجانب الإيراني. لا يوجد هناك أي ضعف بالإطلاقات المائية باتجاه محافظة البصرة ومنذ عام 2018، ولغاية الآن نضع محافظة البصرة المحافظة الأولى بإيصال المياه إليها حسب الخطة المعد. الذي يحصل هناك التغيرات المناخية سبب رئيسي في ارتفاع المد اللي موجود حاليا في محافظة البصرة، يعني هو من بداية الشهر السابع ولغاية الآن المد جدا عالي أكثر من السنوات السابقة، رافق قطع مياه نهر الكارون اللي هي جنوب محافظة البصرة. لو كان هناك إطلاق في نهر الكارون من الجارة إيران لكان عمل برزخ صد من اللسان الملحي اللي موجود واللي وصل إلى مركز مدينة البصرة. الإطلاقات المائية اللي تم إقرارها عام 2018 من خلال خبراء وأقرت بكتاب رسمي وصل إلى وزارة الموارد المائية، حاليا الإطلاق أكثر ب 20% من الإطلاق المقرر في عام 2018.